الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أيلول الماضي بنسبة 0.2% مقارنة مع شهر آب الذي سبقه. وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي إلى أن معدل التضخم السنوي شهد ارتفاعا هو الآخر بنسبة بلغت 5.3% مقارنة مع ما كان عليه خلال شهر أيلول من العام المنصرم 2021، عازيا التغيير الشهري في التضخم إلى ارتفاع قسم الأغذية بنسبة 1.6% مقابل انخفاض قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7%، كما انخفض قسم السكن بنسبة 1% نتيجة انخفاض إمدادات الماء والكهرباء بنسبة 5.1%. قالت لجنة النزاهة النيابية إنها لا تعلم مصير الأموال التي تم إنفاقها ضمن قانون الأمن الغذائي في عدد من المحافظات. وقال عضو اللجنة أحمد الربيعي إن اللجنة قررت تشكيل لجان فرعية لمتابعة الأموال التي تم إنفاقها ضمن قانون الأمن الغذائي وفتح ملفات الفساد بهذا الجانب، مشيرا إلى أن اللجنة ستستضيف جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون. في غضون ذلك، بيّنت لجنة النزاهة النيابية أن قانون الأمن الغذائي يمثل قلقا كبيرا، مشيرة إلى عزمها توجيه كتب رسمية لجميع المحافظات لمراقبة أموال الأمن الغذائي، خاصة ألا أحد يعلم حتى الآن كيفية صرف تلك الأموال. أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمر باستخدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتهمة الإضرار بالمال العام. وقالت الهيئة إن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمرا باستخدام المدير العام بتهمة الإضرار عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها على خلفية عدم إدراج المبالغ الخاصة بتسديد حصة العمال المضمونين في صندوق الضمان الاجتماعي، فضلا عن الاختلاف الكبير بين المبالغ الخاصة بالشركة لصناعة المضادات الحيوية. ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو ليسجل 9.9% خلال شهر أيلول مقابل توقعات عند 10%. وكان التضخم قد سجل في منطقة اليورو مستوى قياسيا في شهر آب بنسبة 9.1%، حيث كانت أسعار الطاقة المرتفعة هي القوة الدافعة الرئيسة، وسجل بهذا التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي بنحو 2%، وهو ما قد يدفع البنك إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. ارتفعت أسعار النفط بشأن تشديد المعروض يقابله مخاوف من أن يؤدي تباطؤ عالمي إلى كبح الطلب. وارتفع العقود الآجلة لخام برنت في شهر كانون 55 سنتا لتصل إلى 92 دولارا و96 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر تشرين الثاني 65 سنتا ليصل إلى 86 دولارا و20 سنتا للبرميل. هذا وتعززت أسعار النفط بفعل الحظر الذي يلوح في الأفق من جانب الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية، وكذلك خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين آخرين بما في ذلك روسيا المعروفة باسم أوبك بلس. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
جزيل اللقاء.